صباح الخير كمان مرة، مصبح عليكم من مطبخ رؤيا. واليوم أو هلأ انضمت لنا إلي ولإيمان أخصائية التغذية رند ديسي لتحكي لنا وعن الباربيكيو سوس، وكمان رح يعملوه هي وشيف إيمان مع بعض لنعمله بطريقة بيتية وصحية، لأنه أنا ورندو إحنا قبل الهوا كنا بنحكي في موضوع أنه اللي منجيبه من برا مش كتير صحي. صح رند، صباح الخير. صباح البيت، كيف حالك؟ كل عام وأنت بخير، أنت بصحة وسلامة إن شاء الله، سنة سعادة وخير عليك إن شاء الله على كل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. Good morning. صباح الخير. بدك تطبخي معي اليوم؟ خلص تعمل لنا حضرت لك الأشياء كلها. طيب قولي لنا مبدأ، يعني في البداية بدنا نعرف اللي بنجيبه من برا الباربيكيو سوس، إيش الفرق بين إنه نجيبه من برا أو نعمله بالبيت؟ أوكي. هلا بتعرف في أول إشي روان، الفكرة وين؟ إنه كتير الأطفال عم بحبوا ياخدوا هاي الأنواع من الصلصات مع الأكل، الكاتشب بالضبط، المايونيز، كل هاي الأنواع. هلا اليوم اخترنا نعمل باربيكيو سوس، ويمكن كل مرة حابين هيك نغير ونعمل إشي جديد بس بطريقة صحية وبالبيت. أولاً لنيجي نحكي عن السعرات الحرارية. السعرات الحرارية اللي أنا عم بأخذها من اللي رح نحضره أنا وشاف إيمان ما عم بيتعدى 20 سعرة حرارية بمعلقة الطعام. versus اللي نحن عم نشتريه من السوق عم يأخذ 60 ل 80 سعرة حرارية بمعلقة الطعام. بالضبط. هلأ طبعاً بيعتمد على النوعية، بيعتمد كمان على الاسم التجاري اللي نحن عم نشتريه. كل واحد بيختلف عن الثاني، بس لازم ننتبه على اللوحة الغذائية أو النيوتريشنال فاليو تبعت هاي المأكولات. تمام. هلأ ليه إحنا حابين إنه نحن نصير نعمل هاي الأشياء بالبيت؟ لأنه منلاحظ إنه كتير الأشخاص عم تستهلكها بس بنفس الوقت ما بتعرف إيش مضارها على الجسم. تمام، وهذا اللي بدنا نعرفه، يعني إيش المضار اللي ممكن إذا إحنا رحنا على أنواع معينة. طبعاً إحنا ما بنحكي من عم على كل الأنواع، ولكن في أنواع معينة ممكن تكون فيها مواد مش صحية. صح. إيش هي؟ هلأ في الأنواع اللي بتكون فيها مواد مضافة إلها، والمعظم بيكون فيه ثلاث مواد أساسية نحن منخاف منها. أولاً لما نيجي نحكي عن الهاي فركتوز كورن سيرب، هدول الهاي فركتوز كورن سيرب بيحتوي على نسب عالية جداً من السكر. أوكي. لما نحن نعطيها لجسم الطفل عم نشوف إنه الطفل عم بيصير يطلب سكر أكثر، وهي أحد الديس ادفانتجز او الاعراض تبعت تناول الهاي فركتوز كورن سيرب، انه بصير الشخص يشتهي السكر اكثر. فعم نشوف نسب السمنه عند الاطفال بتزايد، عم نشوف السعرات الحراريه اللي فيه كثير عاليه بسبب وجود هذا السيرب. كمان شغله، نحن لما نيجي نحكي عن مستوى الملح الكثير عالي اللي فيه، رح ننتبه انه الاشخاص اللي عندهم ضغط، كمان على صحه الاطفال، كمان على العيله كلها، نحن ليه عم ناخذ هالقد نسب عاليه من الملح اذا نحن بنقدر نعمله بملح كثير قليل؟ هلا رح تشوفي قديش الفرق ما بين الملح اللي عم ينحط اللي بنشتريه من السوق versus انه احنا اصلا مش رح نحط فيه ملح. ملح، اوكي. بالضبط. معناته يلا بالضبط وبسالك واحنا عم شو انت قاعده هناك بتيجي عندي بتكوني معي؟ يلا. طيب اذا مع ايمان ورند اليوم رح نعمل الباربيكيو سوس بطريقه بيتيه وصحيه لنتجنب المواد اللي ممكن تكون مضره لما نشتري من بعض الانواع من السوق. احنا ما بنعمم لانه اكيد في اشياء بتكون ما فيها برضه بس اجمالا روان ورند اكيد بتايدني، ما بيقدروا يعملوا باربيكيو سوس من غير مواد حافظه. بالضبط. اذا بدهم يصدروه بدهم يحطوه يقعد بتكون اكسبايري ديت سنه وسنه طويلة. ما لازم يحطوا مواد حافظه ولازم يكثروا السكر. عرفتي كيف؟ مظبوط. سكر وملح، هاي المشكله، يعني التنين مع بعض، مش بس انه عامل واحد عم يمسك المي، لا هم عم يحطوا سكر وملح. والماده الحافظه اللي نحن عم نستخدمها اللي تعتبر كثير ثقيله على الجسم اللي هي الصوديوم بنزويت، وهذا اللي شيء مضر كثير للجسم. كثير. طيب كثير. اذا بديتي ايمان بايش؟ طبعا احنا ما قلنا البصلات، ناخذ مقاديره. هاي قليت البصل وناخذ المقادير. يلا على ما تقلي ايمان البصل رح ناخذ مقادير. انت لابسه شيء حلو البيت نقبل هذا. بالنسبه للباربيكيو سوس المقادير رح تكون 2 ملعقه كبيره زيت زيتون، بصله صغيره مفرومه، 3 ثوم مهروس، 3 ملعقه كبيره ربع البندوره، ملعقه كبيره صويا صوص، وكمان بنحتاج لملعقه كبيره خل، خل عنب بالذات، خل عنب مش اي خل بزبط. 2 ملعقه كبيره سكر بني، ولازم يكون بني، وكوب الى كوب ونصف ماء. تمام. هلا احنا ليش قلنا لازم يكون بني؟ لانه بعطي طعمه دخنه زاكيه بالباربيكيو سوس. السكر العادي ما بعطيها، ما بعطي الدخن. تمام. هلا على حكي رند 100% انا بنصح، لانه الست قديش كم من مره بتطبخ باربيكيو سوس بالشهر؟ صح صح. عرفتي كيف؟ بتعملها من ضمن الطبخه. يعني قد ايه بضل بالثلاجه؟ هذا اللي بدي اسالك اياه. هلا ممكن نحن نخليه من تقريبا 5 أيام الى اسبوع كحد اعلى. ممكن. بس يفضل انه نحن كل ما استعملناه بفتره زمنيه اقل بكون افضل. هلا اصلا الكميه اللي انا وشاف ايمان اليوم رح نحضرها مش كميه كبيره، ممكن تكفي يوم يومين او 3 أيام مثلا. اذا نحن عم نعمل ستيك مع هذا الباربيكيو سوس ممكن يخلص بنفس اليوم. بس بنفس الوقت انا اخذت مصدر صحي ويعني معمول بالبيت، فبضل كثير صحي اكثر
من المصادر الثانية. كمان شغلة، نحن هون عم نستعمل السكر البني ليعطيني الطعم اللي عم بيعطي للباربيكيو صوص، ولكن بالمحضر أو المعد من قبل البروسس بكونوا حاطين فليفر مضافة، يعني إضافة طعم السموك أو اللي هو التدخين بالضبط. 100% اللي نحن سويناه عن طريق أنه عملنا سكر بني يعني بالمطبخ، حطينا سكر بني والخل. طب انت ايش حطيتي اخر؟ هلا حطيت خل عنب وحطيت الملح وحطيت ثوم وحطيت سكر بني حطيت سوري صويا صوص وهلا بنحط السكر. شوفي حطينا شام ريحته، معلقتين بصل معلقتين بصل، معلقتين زيت زيتون. ايوه بعدين قلينا البصله حفظت امبارح الوصفه عشان نطبقها انا وشيف ايمان اليوم. حطينا بصل وصويا صوص، ونحن طبعا ذكرناه، حطينا بصل وصويا صوص وثوم وخل عنب بالذات وسكر بني. تمام. هلا بتضلي بضلوا على النار، هلا بدك اياه يستوي يعني الى حد معين، وبعدين بنضيف له مي قد ما نحن بنحبه يكون خميل. عرفتي كيف؟ اوكي. شام ريحه ريحته كثير زاكيه، في ريحه فعلا ريحه باربيكيو. هلا وكمان طريقه ذكيه للاشخاص اللي ما بتحب تستهلك نسب عاليه من الملح، حتى الصويا صوص متوفر عندنا بالسوق، الصويا صوص اللي بيكون فيه نسب ملح اقل. فهي كمان فكره للاشخاص اللي عم تعاني من الضغط او كمان من ارتفاع بطرقات القلب، ممكن يبعدوا عن الملح باستخدام هاي الطريقه. 100% انت عارفه، لانه يعني بدهم يستعملوا، يعني انا ضد كثير الباربيكيو صوص فيه سكر. يعني انا جد اللي بالسوق كثير فيه سكر، مش شوي. حتى السكر الكورن سيرب، يا ريت. ايوه الكورن سيرب اللي هو اصلا يعني هلا وزاره الصحه عم تحارب انها توقفه بالعالم. لانه كثير معناته خلينا يا ريت انه بالبيت خصوصا للاولاد انهم يستعملوه. انا بدي اطلب من رند انه كل اسبوع نعمل شيء هيك بيتي، خلص نصير نعمل كل شيء بالبيت، المايونيز بالبيت، الكاتشب بالبيت، كل شيء نصير نحاول الصوصات كلها نعملها، كل حلقه نعملها شيء بالبيت، عشان كثير بيسالوا مشاهدينا وكثير معدلين وكثير بيحبوا يعملوا كل شيء بالبيت، بفضلوا يعني. تمام. طيب هلا بس نتركه يغلي، رح هلا زي ما عملنا بالصوص نطحنه. بس خلينا نقيم هدول لو سمحتوا قبل ما انتم تتحدثوا. لا هي هلا انه هلا مع ال مع كلنا بدنا كله كله بهرب. طيب تمام، هلا بدنا نطحنه عشان البصل ما يضل يقرش. طبعا عشان لونه يصير احلى. 100% طبعا هو لما بنحط على النار مده اطول بيطلع اغمق واكثف واتقل. بالضبط. بس نحن لانه هلا بالوضع اللي نحن فيه، وجايبه عشان رند جاي جايبه لها شيء حلو كمان. ايش جايبه؟ جبت لها محقان على شكل ورده. بس نشوف نشوف وين باسم حطه. بس ايوه باسم طبعا انشهر قد ما انا بجيب سيرته على الهواء. والله الكل بجيب سيرته. شو كيف رايك بهاي؟ جبتها خصوصي عشان انت هيك زي الورده حلوه حبيبتي. شكرا يعني. جد فيري نايس. بنحطه هون وبنسكب الباربيكيو صوص. باربيكيو صوص كميه منيحه عامله. لا انا لا شوي بس عشان يبين انا خصوصي مستعمله هاي. اوكي عشان يبين. بس كيف ممكن يكون عنده كثافه مثلا اذا بنتركه على النار مده اطول؟ فبتتبخر جزء من المي وبتبخر جزء من الخل والصويا صوص، فبيضل عندك انه تمام. هي الباربيكيو صوص تبعنا، هلا بنقدر نحطه بالثلاجة صح؟ بالضبط. قد ايه بده يقعد هلا بالثلاجة؟ زي ما قالت رند 3 أسابيع. لا سوري 5 أيام. قصدي مش هيك، قد ايه بده يقعد لنستعمله يعني؟ لا ولا دايركت للاستعمال؟ هلا هذا دايركت للاستعمال، خلص نقدر نستعمله. بس بنستناه إذا بدنا نحطه بالثلاجة بنستناه يبرد شوي صغيرة، وإذا بدنا نكثفه أكثر بنتركه على النار فترة أطول. بدي أشكرك كثير رند على وجودك معنا اليوم. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك عشان ساعدتيني حبيبتي. شكرا.